نيجي على هنتكلم على الزمالك كتير طبعا. بس طبعا طبعا الفرحه النهارده كانت حلوه، أكيد فرح منتخبنا الوطني النهارده. عملنا يعني مش هنقول انجاز لان لسه ما حققناش ميداليه، لكن لاول مره بنعدي المجموعات وبنبقى متصدرين. اول مره بنعدي المجموعات متصدرين بالظبط، معانا فريق قوي زي اسبانيا. اعتقد ان دي حاجه كويسه جدا، يعني تديك اريحيه بعد كده في اختيارات الفرق اللي انت هتلاعبها. احنا خلاص اتحددت ان احنا هنلاعب باراجواي، فاعتقد ان اسهل شويه من ان احنا ممكن نلعب متصدر المجموعه، فالامور هتبقى احسن لينا وتدينا فرصه ان احنا ممكن نعدي النص النهائي. احنا دايما حظنا وحش مع المنتخب الياباني. اه بالظبط. فكويس ان احنا برضو بعدنا عنه. اه المفروض المنتخب في متناول، بس دايما حظنا وحش في السرعات وفي الحاجات دي، دايما في الفرق الصغيره بيبقوا اقوياء جدا يعني. خطيره. اه طبعا. ايه اللي عجبك النهارده في المنتخب؟ عجبني يعني انا حاسس ان الروح حلوه يعني. كمان شفنا لغط شويه المباراتين اللي فاتوا وانتقادات ولعيبه والحاجات دي. النهارده اللعيبه عارف ان هي حاسه عايزه ترد، وكلهم بيساعدوا بعض عشان كده. يعني حتى الجون جيت تلاقي الناس كلها بتحضن زيزو، الناس كلها بتحضن النني واقف بيشجع ده بيتكلم على ده. حسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد النهارده وعمر فايد بيتكلموا مع بعض طول الوقت وبيتكلموا مع حمزه. يعني تحس ان اللمه دي معموله عشان احنا نعمل حاجه ويأدوا بشكل كويس عشان خاطر الكلام والحاجات دي، فلازم الناس كلها تقف في ظهرهم لانهم عملوا عليهم النهارده واستحقوا الاشاده، صعدوا بشكل كويس ان شاء الله الفتره المباراه اللي جايه كمان. زيزو النهارده كان فايق وابراهيم عادل كان فايق، يعني الاثنين دول تحديدا كنا عايزين فوقانهم. هم دول اهم محورين لعب بالنسبه لك. صح. يعني زيزو من على اليمين وابراهيم عادل من على الشمال، خبراتهم واللعب الكتير اللي لعبوه فبيدوا افضليه بشكل كبير جدا عشان دول المفاتيح اللعب اللي عندك. لو هم عطلوا بشكل بنسبه 90% المنتخب بتاعك هيعطل، مش هتلاقي حلول من الاطراف، لكن الاثنين ما بقوا فايقين وده بان يعني في الجون الاول. طبعا جون عالمي زيزو بعملها لابراهيم في البعيده بشكل كويس جدا. حتى الجون الثاني برضو ضغط زيزو بيضغط المدافع بيغلط، ابراهيم بيتابع بشكل كويس، فاعتقد ان الاثنين يعني مشاركين بنسبه 100% في الهدفين، فاعتقد ان هم مفتاحين مهمين جدا. ايه رايك في محمد النني في البطوله وانت لعبت مع محمد النني؟ بص انا عايز اشيد بالنني كمان اكتر من موضوع الملعب، انا عايز اشيد بيه بقيادته للمنتخب. يعني حتى بص النهارده عمر خارج بيروح يتكلم معاه، يعني النني عامل دور كبير جدا، وانا مستوى شخص عارف ان اكيد اختيارهم للنني دوره قيادي ونقل خبرات اكتر ما كانوا هم محتاجينه في الناحيه الفنيه. يعني النني طبعا دوره في الملعب كبير جدا وكل ده، لكن الراجل اكيد كان ليه هدف معين من اختيار النني في وسط المجموعه دي. صح. فانا شايف ان النني عامل الدور ده على اكمل وجه، هو عنده خبرات كبيره جدا ولعب عدد مباريات كتير جدا، فبيقدر ينقل المجموعه وبيتكلم وده باين عليه، يعني تحس ان هو عايز يحقق حاجه هو لسه ما عملهاش، كانه عنده 20 سنه وبيثبت نفسه من جديد، فدي حاجه تحسب له بصراحه وانا بشيد بيه بشكل كبير جدا. ولو منتخبنا ان شاء الله حقق ميداليه هيبقى قائد منتخب طبعًا مصر. طبعا لا هو النني يعني هو الدنيا في اعلاميا شويه هو يعني مظلوم، او الفتره اللي فاتت يعني هو عامل مسيره احترافيه كبيره جدا. صح. بس ممكن يكون مش محظوظ بوجود محمد صلاح بوجود. صح. يعني انا احس كده لاني شويه اتاخد حقه في النقطه دي. دي نقطه مهمه جدا، ما بيتكلمش هو. بيركز في شغله رغم كل الانتقادات، يعني حتى اخر مباراه في المنتخب الاول ما بيتضمش. صح. ما سمعناش ليه تصريح. احنا في مصر هنا اللعيب بيبقى بيلعب مع احترامي في اي نادي وبيلعب له ماتشين يقول لك انا ما خدونيش ومش وأنا عارف مظلوم وازاي ما خدونيش ده انا احسن لعيب في مصر. النني بقى له 10 سنين بيلعب في انجلترا وفي ارسنال اقوى انديه العالم. صح. ومعلقش كمان على عدم انضمام، لا ركز واشتغل. معلقش ولا حتى لمح خالص ولا حتى مثلا كلم صحفي قال له اكتب على لساني كذا. هو المفروض الناس كلها تكتب له يعني. ولا اي حاجه ولا حاجه بالظبط. يعني لازم نشيد الحاجات دي، الناس اللي شويه ما بس ما بتركزش في كده، لكن لا لازم ندي له حقه زي ما احنا بننتقده في وقت كبير اما بيبقى اداؤه مش كويس. لا ندي له حقه، الراجل قايم بدور كبير جدا، وانا بقول ان اكيد الراجل يعني من اسباب انضمام النني اللي هو يكون قائد للمجموعه دي نقل خبراته للناس دي. فنتمنى له التوفيق ان شاء الله، واتمنى ان هو يقدر يحقق ميداليه مع المنتخب الاولمبي تضاف لتاريخه كمان.